أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى. وأبدى جلالته أيده الله في رسالة بعثها لفخامة الرئيس الأمريكي عن تقديره للتطور المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومؤكدا جلالته لفخامة الرئيس الأمريكي على أن منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كانت عليه، متضلعا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعم السلام. أضاف جلالته رعاه الله في رسالته الموجهة لفخامة السيد دونالد ترامب أن مملكة البحرين باعتبارها حليفا وثيقا وقديما للولايات المتحدة الأمريكية لتفخر بالعمل مع الأصدقاء الأمريكيين في شتى المجالات، مشيرا جلالته حفظه الله إلى أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمملكة البحرين كشريك استراتيجي رئيسي يجسد هذه الشراكة ويؤسس لعلاقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز الأمن ونشر السلام في المنطقة والعالم.